نجرب اليوم نسوي برنامج من طريق اللينك، ندخل نكتب اسم البرنامج اللي احنا محتاجينه، مثلا قرآن، نغير الصورة من الجاليري. تقريبا دخلنا، صرنا جاهزين ان نبتدي بإضافة البرنامج. احنا محتاجين نسوي من طريق اللينك، يعني بناخد الفيو ضفناها، نروح على الحدث هون كريت، نضغط على العرض، ناخد بالضبط لود URL، نضغط عليها from web 1 select، في المربع نضغط على اللينك اللي احنا اخذناه اساسا من الويب سايت وسيف باك، كمان باك، نرجع نضغط ضغطة اللي احنا اخذناه حاليا اللي هو on back press، نعطيه اضافة، نضغط عليها ونروح المعرض، ناخذ اللي هي go back view go back، نضغط عليها نفس الطريقة وسلكت ونعطيه باك. تقريبا صار البرنامج عندنا جاهز، هاي العرض والتثبيت. ثواني بس انستول. جاهز 100%. وهاي أسهل طريقة عشان تسوي أبليكيشن عن طريق اللينك.